عليكم جروب ماي واي فاس. كما كتشوفوا هذه هي الطريق، راه كلينيك اكدال، راه معروف كلينيك اكدال في فاس، معروف هو داك الصفر اللي تيبان لكم بعيد، هذاك كلينيك. كنزيدوا شويه طالعين على رجلينا من حدا الكلينيك، كي كتشوفوا هاد العمارات هادو ها هما، يعني ما كاين حتى شي زنقه من بعد الكلينيك، يعني عمارات من بعد كندخلوا مع هاد الزنقه هادي مباشره. ها هي الزنقه، راه في كتبان داك الطوموبيل الكحله، هذاك هو الفرع، هذاك هو العماره اللي فيها الفرع ديال ماي واي. كنظن واضح العنوان الاخوات، يعني حتى شي وحده ما غادي تقلب عليه. ها انتما زاد نقولها لكم، كلينيك اكدال راه فينا هو داك الصغير في الصفر، باين قصير، كتطلعوا معاه نيشان كما وريتكم الفيديو. اونفاس ليه الحديقه اللي ما عرفتش كلينيك، اونفاس ليه داك الحديقه اللي عندنا ديال اللعاب الاطفال، ها هي هادي، هي هادي، يعني اونفاس ليه مباشره. ها الباب ديالها خلاص من التحت راه معروفه. كنتمنوا لكم التوفيق والله ييسر لكم الامور جميعا ان شاء الله. الاخوات يعني ما غاديش يكون شي سؤال على الفرع ديال فاس، هو معروف اللي وصلت الكلينيك اكدال، طلع على رجليها نيشان، تدخل مع اول سنقه ديريكت للفرع اونفاس ليها. هذيك العماره راه في الواقع دابا الطروبيل البيضاء. يلا السلام عليكم.